فلنشمر عن السواعي ونعد الشباب الواعي ونسلحه بالعلم والمعرفة والجودة والإتقان والتقنية ولننبذ المكابرة ونبدأ المشاورة فما للعرب إلا العرب وهاكم التكامل مشروعا هاكم التكامل مشروعا للفكر مطبوعا من مؤسسة أهلية لا حزبية فيها ولا تبعية حرة الرأي عربية. يسعدني أن أتحدث اليوم إلى لفيف من الأشقاء الأعزاء والأصدقاء الأوفياء في مؤتمر فكر الرابع عشر الذي يتزامن انعقاده مع ذكرى مرور 70 عاما على إنشاء جامعة الدول العربية. بيت العرب الجامع لديهم والذي تحتضنه العاصمة المصرية إيماناً بأهمية تحقيق التكامل العربي وتعزيز العمل العربي المشترك. خاضت مؤسسة الفكر العربي هذه السنة تجربة جديدة، فقد نظمت كما أشار صاحب السمو على مدى أسبوعين 6 ورش عمل خصصت كل منها لمعالجة جانب من جوانب مسألة التكامل العربي. أنا أعتقد بأننا اليوم في أول مرة نقف كمجموعات عربية وكمنظمات أهلية كجامعة دول عربية على شاطئ الأمان على أرض صلبة وننظر إلى الأمام، وعندما نستقر ونسترخي ونتمكن نقول كيف لا نعيد الأخطاء الماضية. انطلقت جائزة مؤسسة الفكر العربي للإبداع في المؤتمر السنوي الأول لهذه المؤسسة عام 2002، وبذلك أوجدت للشباب العربي مساحة واسعة على خارطة التميز والعطاء والفوز بالجوائز تقديراً لدورهم الحاضر وتدعيماً وتشجيعاً لأدوارهم المنشودة في المستقبل. والآن إعلان الأسئلة التي تم الاتفاق عليها خلال مجموعات عمل المؤتمر. الجزء الخاص بمؤسسات العمل العربي المشترك كان الاتفاق حول السؤال الذي كالتالي: كيف يمكن للمجالس الوزارية المتخصصة في جامعة الدول العربية إيجاد الآليات الضرورية لتنفيذ قرارات ومشروعات التكامل العربي؟ السؤال الخاص بالتكامل الاقتصادي مع زميلي
منتصر غاشم. كيف تساهم الحكومات العربية والقطاع الخاص وصناديق التنمية في رسم استراتيجيات لتأهيل الطاقات البشرية وأعمار إعادة الأعمار بما يدعم اقتصاديات المعرفة؟ فيما يخص التكامل الأمني، فقد تم الإجماع على السؤال الأهم في هذه المرحلة، وهو كيف يمكن بناء نموذج للأمن العربي لمواجهة التطرف والإرهاب والتدخلات الخارجية ومخاطر حرب الشبكات والحروب الفضائية. وكان السؤال الخاص بالشق الثقافي هو كيف يمكن للتكامل الثقافي تعزيز ثقافة المواطنة والانفتاح والتسامح وقبول الآخر في المجتمعات العربية؟ العمل على المحور التنموي كان من أسهل الأمور وفي نفس الوقت أصعبها. كيف يمكن صياغة رؤى استراتيجية تنموية تستجيب لحاجات المواطنين والأجيال القادمة في الوطن العربي؟ كانت لحظة التوقيع على ميثاق الجامعة العربية سنة 1945 لحظة مفعمة بالآمال الكبيرة التي خالجت العرب جميعا أن تكون الجامعة بيت العرب. فما دام عندنا 80 مليون أمي، فأظن أن أهم شيء نتحدث فيه وهو التعليم. أما آن الأوان اليوم أن نتحدث بجدية وأن نرسل رسائلنا إلى القادة لنقول لهم اكتبوا بأحرف من نور، اكتبوا رسالتكم إلى أبنائكم وأحفادكم. وهكذا نجد أن كل شيء في التكامل العربي الذي نتحدث فيه وهو ضرورة وهو مسألة حياة أو موت في هذه الظروف، إذا لم تكن هناك إرادة سياسية وإرادة شعبية لن نصل إلى شيء من هذا كله. إنني أتوجه إليكم جميعا باقتراح يجسد إرادتنا جميعا في هذه القاعة، وهو اعتبار 6 ديسمبر من كل عام يوما للتكامل العربي. خلال جلسات المؤتمر وورشات أعماله المختلفة أسهم عدد واسع من رجال السياسة والمفكرين والمثقفين ورجال الإعلام ومديري المنظمات العربية المتخصصة في نقاشات متصلة اتسمت بالعمق وبالثراء، وتضمنت الكثير من الآراء السديدة لتصويب مسارات التكامل العربي وإنجاز مهامه، وتقدموا بأفكار ثرية لطرح حلول للمعضلات التي تواجهها الأمة استجابة للتحديات الماثرة أمامنا جميعا. وأتوجه إليهم جميعا بخالص الشكر على هذه الإسهامات وعلى ما قدموه من أفكار وتوصيات، وأتعهد بأن نعمل جميعا خلال العام القادم على تنفيذ ما ورد فيه. هذا المؤتمر طرح سؤالا، وأسس هذا المؤتمر لمرحلة جديدة من العمل العربي. التعهد الذي تقدمه المؤسسة هو أنها سوف تستمر بحماس الشباب وحكمة الشيوخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.